هيئة التنسيق النقابية في الشارع مجددا، واللجنة النيابية لم تنهي مهمتها بعد، فهل تم تسييس مطالب السلسلة؟ عشية الجلسة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية، ملف الرئاسة الأولى أصبح خارج العاصمة بيروت، فهل حسمت دول القرار موقفها؟ أهلا وسهلا فيك أستاذ وليد بوسليمان الخبير المالي والاقتصادي. اسمح لي أستاذ وليد بلش بالإشكالية الكبرى المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب. اللجنة المكلفة من قبل مجلس النواب تتدارس هذا المشروع، واقتربت يقال من وضع أو الاتفاق على الأرقام. بارح غازي يوسف النائب غازي يوسف يقول لن تكون 1600 مليار ليرة ولا 1950 بل 1669 مليار. أنت كخبير مالي واقتصادي، هل هناك رقم محدد معين لسلسلة الرتب والرواتب؟ بالبداية لازم نحدد ونقول صراحة أنه هذا حق مكتسب لكل عامل بالقطاع العام، حيث أنه من 1996 لل 2011 ارتفعت نسبة غلاء المعيشة بنسبة 121%، إذا اليوم تقريبا تخطينا 131%، إذا هذا حق مكتسب لكل عامل بالقطاع العام. إنما المضحك المبكي إنه الحكومة السابقة حكومة الرئيس ميقاتي أرسلت مشروع السلسلة ودرسته بطريقة مسلوقة للبرلمان، وكان الرقم هو 1669 مليار، ورجعت من ثم كان في لجنة فرعية برلمانية درست وأشبعت درس الملف وطلعت برقم هو 3000 مليار، يعني ضعف الرقم اللي أرسلته الحكومة. وهذه الأرقام بحد ذاتها هي موضع شك. ليش موضع شك؟ لأنه بالبداية أنا بتحدى مسؤول بالدولة اللبنانية وبالحكومة يقلنا كم عامل فيه بالقطاع العام، يعني بالوزارات وبالمؤسسات الرديفة وبالبلديات والمتعاقدين مع الدولة اللبنانية، شي بيقول 180 ألف وشي بيقول 200 ألف، إذن هذا الرقم غير صحيح للأسف. وعدم رشم، لكن من البديهيات أن يكون عندنا رقم محدد، لأن هؤلاء كلهم مسجلين. وعدم نشر الأرقام بشفافية وعدم تسجيل الأرقام بشفافية يؤدي إلى عواقب وخيمة، ونحن بنعرف أنه الاقتصاد والمالية العامة باليونان أدت إلى ما أدت إليه بسبب عدم نشر الأرقام بطريقة شفافة. إذن اليوم نحن منقول أنه السلسلة لا سوف تكون بمثابة أرقام تتراوح بين 2500 إلى 3000 مليار، مع حسب المفعول الرجعي واشتراكات الضمان إلى ما هنالك. المشكلة مش بموضوع السلسلة وبالنفقات، المشكلة بالواردات. اليوم نحن بنعرف انه هيدا انفاق جاري، يعني كل سنة بدنا ننفق 1600 اما 3000 مليار، وهذا رح يكون عبء على الخزينة، هودي من مصاريف الدولة. علينا انه نأمن الواردات. واردات سنوية. الواردات بدها تكون سنوية، لانه هيدا منه انفاق استثماري، هيدا انفاق بده يكون سنوي. الواردات هي للأسف ممكن نأمنها فقط بالحد من الهدر والفساد، إنما اليوم نحن نعرف أنه ما رح فينا نحط حد للهدر وللفساد بنهار واحد. والمؤسف كمان أنه المجلس النيابي بحث بموضوع السلسلة بكيفية تمويل السلسلة بفرض ضرائب وليس بمكافحة الفساد، أما الحد من مزاريب الهدر. هون نحن فينا على سبيل المثال وليس الحصر نسلسل بعض الموارد، أما بعض المرافق الدولة اللبنانية اللي فيهم فساد وهدر. خلينا نحكي عن المرفق اللي هو المرفق فاتورة الاستيراد من سنة 2009 لل 2013 زادت من 16 مليار لل 21 مليار. الواردات الجمركية انخفضت 500 مليون دولار. طيب هل يعقل تنخفض الواردات الجمركية بس فاتورة الاستيراد ترتفع من 16 ل 21 مليار؟ إذا هيدا باب هدر وباب فساد. مرفق بيروت اللي هو المورد الأساسي للواردات الخزينة.
من ثم كمان بنحكي عن موضوع مهم جدا اللي هو تمويل بعض الجمعيات الخيرية اللي بتترأسها بعض زوجات الرؤساء اللي هي ما حدا بعد حكي هاي بتكلف الخزينة وبتكلف موازنة الدولة ممكن هودي بيجيون مصريات من الخارج بس إنما بتكلف فيه من الموازنة بيتحول سنويا 1,000 مليار ليرة يعني هودي تلت السلسلة. هل يعقل 1,000 مليار ليرة للجمعيات الخيرية؟ هل يعقل اليوم إنه نحن ما نبحث بهالمواضيع هيدي ونبحث بضرائب ممكن تطال ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة اللي هي لطالما الطبقة الوسطى كانت هي محرك الاقتصاد اللي كانت بسنة الثمانينات بتشكل 80% من المواطنين واليوم على انقراض للأسف ما بقى بتشكل إلا 20% من الشعب اللبناني. هيدي مواضيع نحن فينا نبحث فيها لنمول السلسلة. كمان في عنا 48 ألف عقار بتملكهم الدولة اللبنانية، من هون 18 ألف عقار مفرز، يعني فينا هودي نستثمرهم تأجرهم الدولة اللبنانية لا تقدر تأمن قديش بيعملوا لا تقدر تأمن موارد. هلا قديش بيعملوا هيدي علينا نعمل احصاء وين متواجدة هالأراضي وقديش ممكن نحن نأجرها، انما كمان في موارد تانية فيها الدولة تأمن تغطية السلسلة بلا ما تفرض ضرائب على الطبقة في الهروب من الضرائب كمان على المرافق. التفلت والهروب من الضرائب بشكل إذا صار في تحسين لجبيت الضرائب ممكن نحن نزيد 20% من واردات الدولة. يعني نحن بنعرف أنه اليوم الدولة عم تتخبط بالعجز اللي هو تخطى 6,000 مليار اللي هو نسبته للناتج المحلي تخطت 10%، وهذا انذار مهم جدا. وبنعرف قديش الدولة اليوم بحاجة لواردات لأنه الإيرادات خفت والنفقات زادت بسبب كمان أزمة اللاجئين السوريين اللي هي ليس خفيا على أحد بعد اليوم أنه هالأزمة كلفت الدولة اللبنانية والاقتصاد ما لا يقل عن 6 إلى 7 مليار دولار. عدد المسجلين مليون. يعني فقط إذا بنعمل حسابات، تخيل أستاذ فادي أنت اليوم بفرنسا في 11 إلى 12 مليون لاجئ بالدولة الفرنسية، نحن ما بقى فينا نستوعب، يعني لبنان ما بقى فيه يستوعب هالكم من اللاجئين، وعلى الدولة اللبنانية والمسؤولين ياخذوا هالموضوع على محمل الجد، يعني تخاطب مع الجهات الرسمية، مع الأمم المتحدة، مع الصندوق النقد الدولي، مع البنك الدولي، للحد من التدهور. طيب خليني أبقى بموضوع سلسلة الرتب والرواتب، أقرتها الحكومة بعهد الرئيس نجيب ميقاتي وكأنها رمت كرة النار في ملعب مجلس النواب. أقرتها وكان في هنالك ضرائب شمولية كانت بتطال الطبقة الفقرة فقيرة والطبقة الطبقة الوسطى، وهذا الموضوع يعني كأنه عم نعطيهم طيب هذا الموضوع قديش يعني قديش كان البحث فيه تحت بمزدوجين مسيس سياسي، يعني حتى البنود التي أقرتها اللجان النيابية المشتركة ورفعتها إلى مجلس النواب و أعاد لإحالتها إلى لجنة فرعية بهذا الموضوع. نعم. ما في من هيدي البنود اللي ذكرتها ما في ولا بند. يعني وكأن ما في كان جدية بالطرح. يعني نحن مش بس في موضوع الجدية، في موضوع الجرأة. اليوم في موضوع مهم جدا. شو هو الموضوع اللي يتطلب جرأة؟ جرأة رفع اليد عن الفاسدين وعن اللي عم يتسببوا بالهدر بهالمرافق العامة. قبل الجرأة خلينا نحكي عن الإرادة، في إرادة قبل الإرادة. الجرأة يعني يبدو أنه إلى الحين الإرادة غير موجودة للأسف، إنما نحن منقول أنه بعلم الاقتصاد أي أزمة اجتماعية رح تسبب أزمة اقتصادية وبالتالي رح تسبب ثورة، ونحن اليوم من هون مننبه المسؤولين أنه ممكن هالأزمة الاجتماعية تكون شرارة ثورة وتطيح بالمسؤولين كلهم يعني، وهيدي لازم يخدوها على محمل الجد لأنه اليوم أصبح في طلاق بين الشعب اللبناني والمسؤولين والدولة اللبنانية. كخبير مالي، هل برأيك إقرار السلسلة ما بعرف على أي رقم سترسو إقرار السلسلة بالمطلق تهدد الاقتصاد اللبناني؟ يعني نحن اليوم
لابد من الإشارة أن الاقتصاد اللبناني في السنوات الثلاثة الماضية ما سجل نمو، نسبة نمو بتتخطى 1%. إذن اليوم الاقتصاد بحالة تباطؤ، بحالة ركود. نحن اليوم إذا بدنا نزيد على الاقتصاد مليارين دولار، أصبح نحن اليوم عم نأسر الاقتصاد اللبناني. إذا نحن اليوم ما لقينا موارد للسلسلة ما بتأسر الاقتصاد وما بتحط حد للقدرة الشرائية للعامل، ممكن نحن نقر السلسلة. إنما إذا نحن بدنا نقر السلسلة عبر الاستدانة، هون نحن بدنا نزيد العجز بالمالية العامة، وميكانيكيا بده يزيد الدين العام. ونحن بنعرف أنه كل ما يزيد الدين العام إلى الناتج المحلي، نحن رح نصير تحت المجهر، ورح يتخفض تصنيف لبنان السيادة والائتمانة، ومن هون بتصير كلفة الاستدانة مرتفعة جدا. إذن اليوم نحن إذا فرضنا ضرائب شمولية رح نأسر الاقتصاد، مثل ما كان مرسل من حكومة نجيب ميقاتي، كان في ضرائب بالطال العموم، هي ضرائب على قطع السيارات، هي ضرائب على الخليوي، هي ضرائب زيادة فاتورة، زيادة على الفواتير التجارية، هذه كلها بالطال الطبقة الفقيرة. يعني نحن ب2014 ربما بطل في شيء اسمه كماليات، صارت كل الأمور يعني بالأساسيات العيش، إذا بدنا إن كان سيارة أو سيلولار أو تلفزيون. إذا بدنا نفرض ضرائب تكون ضرائب انتقائية، يعني كيف إذا بدنا نفرض على الكماليات، يعني سيارة بيتخطى سعرها 100,000 دولار، ممكن نحن نفرض عليها ضريبة مرتفعة، حيث أنه بهالطريقة نحن ما عم نأسر الاقتصاد، ولا عم نطال المواطنين اللي هن ذوي الدخل المحدود. وفينا كمان نفرض ضريبة على اللوحات المميزة، لوحات السيارات المميزة اللي نحن بنعرف لطالما انه وزعت مجانا، صار وقت اليوم اللي بيريد يكون عنده لوحة مميزة، يدفع رسوم عليها. وفي كمان موضوع مهم جدا بحب اتطرق له، اللي هو موضوع المولدات. نحن بنعرف انه هذا قطاع المولدات، هذا قطاع بيوازي 2 مليار دولار تقريبا سنويا، هذا ما بيخضع للضريبة، يعني بده يرجع يغلي على المشترك الفقير، لا على الدولة اللبنانية انه تقتطع من ارباح اصحاب المولدات جزء من ارباحهم، لانه نحن بهالطريقه ما عم نطبق العدالة الاجتماعية. يعني هل يعقل انه اليوم انت بتدفع على راتبك ما لا يقل عن 20% والشركات تدفع 15% ضريبة على الأرباح، وبعض الأشخاص مثل هالأشخاص ما بيدفعوا ولا ضريبة، واللي بيجبوا عندهم منهم مضمونين؟ يعني كمان نحن بدنا نكرس العدالة الاجتماعية، وبس بدنا نكرس العدالة الاجتماعية لازم القانون يتطبق على الجميع. أنا اليوم ما في أدفع فاتورة كهرباء وفاتورة مي، وغيري ما بيدفع ولا فاتورة كهرباء ولا فاتورة مي ولا الضريبة على الأملاك المبنية. إذن هودي موارد لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، إنما مثل ما تفضلت وقلت حضرتك أنه بدأ إرادة، واليوم يبدو أنه هذا الموضوع بمراوغة ومماطلة، نعرف لأنه نحن الاستحقاق المهم جدا اللي هو الاستحقاق الرئاسي بينتهي ب 25 أيار 2014، وإذا ما طلنا بموضوع اقرار سلسله الرتب والرواتب بس خليني بدي ابقى قليلا بالاشكاليه المتعلقه بالسلسله. يعني ثارت حفيظه المصارف عندما حاول مجلس النواب فرض ضريبه على ارباح المصارف وعلى المودعين بقيمه 2%، كانت 5 صارت 7، وضريبه على نسبه ارباح المصارف. الى هذه الدرجه هاتين الضريبتين تهددان الوضع المالي اللبناني؟ هل هذه الضريبتين تهرب المستثمرين اللبنانيين أو المودعين في المصارف اللبنانية؟ إذا بدنا نحكي بكل شفافية وبكل تجرد، نحن نعرف أنه الفوائد العالمية بتلامس بتقارب 0%. لبنان عم يدفع على الودايع 4 و5% على الودايع بالعملات الأجنبية. اليوم نحن
نسبة ومقارنة لبلاد الجوار والعالم أكمل عم ندفع نسبة فوائد جذابة جدا. إذن أي ضريبة من 5 إلى 7% ما رح تهرب الرساميل من المصارف إلى مواقع أخرى. إنما اليوم المشكلة إنه نحن إذا بدنا نرفع هالضريبة هيدي في بعض الأشخاص اللي هودي متخاراتهم 100 مليون ليرة و 200 مليون ليرة وعم بيعتاشوا منهم، علينا كمان يكون ضريبة تصاعدية وعلى الشطور. يعني إذا شخص عنده حساباته تتخطى المليون دولار، يعني على الحسابات اللي بتتخطى المليون دولار ممكن نرفعها من 5 إلى 10%. هون كمان منكون عم نساهم بتحريك الاقتصاد وبضخ سيولة بشرايين الاقتصاد. يعني عم ننتقل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، لأنه نحن بنعرف اليوم أنه نحن بمثابة كريدت كرانش، يعني الانكماش الائتماني. ودائع رأسماليين اليوم بلبنان هي كلها ما عم تتوظف بالإنتاج، إنما بالريوع، لأنه بنعرف أنه في فوائد مرتفعة. اليوم كمان يكون الدرس لهاللجنة هيدي ياخدوا بعين الاعتبار الضريبة على الحسابات اللي فوق المليون دولار، اللي هي ممكن ما تشكل كمان عبء على المواطن، وممكن كمان تشكل واردات لا بأس بها للدولة اللبنانية. إنما بموضوع أرباح المصارف اليوم هذا كمان لازم نحكي بالضريبة التصاعدية وإعادة النظر بالسياسة الضريبية بلبنان، لأنه نحن اليوم نعرف أنه الموظف بيدفع تقريبا 20% ضرائب تراكمية على ضريبة الدخل على معاشه، إنما المصارف اليوم تدفع 15% ضريبة على الأرباح. يعني قطاع عم بيحقق أرباح بتفوق المليار و700 مليون دولار، مليار و800 مليون دولار، كمان ممكن نحن نرفع الضريبة من 15 إلى 17 أو إلى 20%. يعني نحن إذا بدنا نمول هالسلسلة وبدنا نرجع نكون باب للإصلاح الإداري وللإصلاح المالي، علينا كمان أنه نضحي كلنا. يعني قطاع المصارف المسؤولين ما شاء الله، يعني اليوم رواتبهم تتخطى 58 مليار ليرة سنويا، ومنعرف أنه في بعض النواب السابقين وبعض النواب المتوفيين بعضهم عوائلهم بتتنعم بهالأموال، هذه أموال الدولة اللبنانية. وللأسف كمان ما شفنا مسؤول بالدولة اللبنانية رفع صوته بوجه هالشوائب هيدي، لأنه منعرف أنه المجلس النيابي كان أخذ فرصة آخر 4-5 سنوات، ومنعرف أنه ما شرع على المجلس النيابي، ومنعرف كمان أنه موضوع لازم الشعب اللبناني يعرف، يعني موضوع سلسلة الرتب والرواتب بيلحظ كمان النواب والمسؤولين اللبنانيين، وما سمعت ولا واحد اعترض على شيء، اما طلب انه هالموضوع ما يلحظ هالطبقة السياسية. طب يعني بما معناه انه وكأن مثل ما بيوصفوهم بالشارع، يعني اشباح المال، حيتان المال هي التي تستحكم اليوم بإقرار السلسلة أو عدم إقرار السلسلة، وبأي أرقام، بأي ضرائب؟ عم بنقول لي عم نسمعه من الشارع يوميا. اليوم نحن الموضوع الأساس والمهم جدا أنه نحن منذ تسعينيات القرن السابق نحن بلد تأجيل والهروب إلى الأمام وقت بيكون في أزمات. اليوم للأسف هالأنبلة المؤقتة انفقعت بوجه الجميع، وصار في تحت ضغط الشارع أرسل مشروع السلسلة سلق من قبل حكومة الرئيس ميقاتي إلى المجلس النيابي، ويبدو اليوم أنه المجلس النيابي تحت ضغط الشارع كمان ممكن يقر ويتهور بإقرار سلسلة رح يدفع تمنى الشعب اللبناني، حيث انه ما عم نشوف انه في موضوع الهدر والفساد، في موضوع جدي لمكافحة الهدر والفساد، انما عم نبحث عن مصادر تمويل للسلسلة من جيب المواطن اللبناني عبر رفع الـ TVA
وفرض ضرائب راح تطالنا جميعا. اليوم المشكلة مش عند حيتان المال اللي بيسموهم حيتان المال المصارف أما الشركات المالية، إنما المشكلة ببنيوية والمشكلة بالطبقة السياسية. يعني اليوم نحن لكن المصارف يعني أقفلت احتجاجا على إقرار من قبل، بتتذكر اللجنة النيابية المشتركة أقرت هذه الضرائب، أقفلوا أن المصارف وصار في لوبين كثير أساسي وصار في اتصالات فتوقف إقرار المشروع بشكل كامل. أنا حضرتك عم تقول أنه ما بيأثر شيء من نظرة مالية واقتصادية. أول شيء التهويل أنه الليرة اللبنانية ممكن تفقد من سعرها ويصير في ضغط على الليرة ويصير في انهيار للليرة اللبنانية، هذا شيء بجزم أنا قطعا أنه هذا الموضوع غير قابل للبحث، لأنه اليوم نحن بنعرف أنه الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية تقريبا بتوازي 40 إلى 42 مليار دولار، وبنعرف أنه نسبة الدولار بالودائع المصارفي بالودائع بالمصارف هي بتتخطى 66 إلى 67%. إذن الكتلة النقدية اللي ممكن والمصرف المركزي عنده احتياط بالعملات الأجنبية بيتخطى تقريبا ال 40 مليار، إذا في يمتص كل الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية. يعني التهويل إنه مليارين دولار ممكن هن يساهموا للضغط على الليرة اللبنانية، هذا شيء غير صحيح. بالموضوع الثاني إنه المصارف بدها تتضرر وراح يصير في هروب لرؤوس الأموال، كمان نحن مثل ما قلت لك عم ندفع فوائد جذابة جدا، ما في ولا دولة ربما ولا بنك وقت الفوائد العالمية بتقارب 0%. هلا الضريبة اللي عم تحكى انه الضريبة على توظيفات المصارف وبدوا يرفعوا الضريبة ويكلفوا المصارف بضريبة، هيدي مثل ما قلنا على القطاع المصرفي مثله مثل غير قطاعات انه يتحمل ويضحي بموضوع سلسله الرتب، لانه فعلا هذا موضوع محق ولا يطاق انه واحد ما يقدر ياخذ حقه كمان. عظيم، خليني اتوقف لو سمحت استاذ وليد مع بريك قصير، مشاهدينا الكرام بريك قصير ونعود الى بيروت اليوم. أهلا بكم من جديد لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم. ضيفي الخبير المالي والاقتصادي والسياسي أيضا، لما نفوت بالسياسي هلا أستاذ وليد، أهلا وسهلا فيك مجددا. بس سؤال على الهامش، يعني سمعنا الرئيس نبيه بري عندما كانت السلسلة مطروحة على مجلس الهيئة العامة لا أقر السلسلة تحت الضغط، اليوم يعني حركة أمل وحزب الله يضغطان باتجاه هذا الأمر، فيما اللجنة النيابية تعكف على الدراسة وإن كان بعيد عن الإعلام، والمدة اللي أعطيت لها قريب اليوم. مكتب التربوي المركزي لحركة أمل، التعبئة التربوية في حزب الله يعني تدعوان إلى المشاركة الكثيفة في تظاهرة هيئة التنسيق النقابية وما إلى ذلك. ليش اليوم بعض الأحزاب اللبنانية المشاركة بمجلس النواب أو لها الكلمة إذا بدك بمجلس النواب وباللجنة عم تمارس هذا الضغط بالشارع؟ يعني البعض عم يربط هذا الضغط بالاستحقاق وبجلسة الغد، إنما اليوم أنا بقول تعطيل النصاب هو ما بيلزمه ولا ضغط شارع ولا إذا بدك تهويل. الموضوع تعطيل النصاب هو عملية ديمقراطية ودستورية، أي فريق في يعطل النصاب ديمقراطيا يعني وما يحضر الجلسة، حيث أنه إذا ما اكتمل نصاب الثلثين ما بيعود في نصاب. إنما اليوم مثل ما قلنا ممكن نحن نفهم، لكن ليش حزب الله اليوم بالذات وحركة أمل تضغطان ضد مجلس النواب، ضد هذه الحكومة لإقرار هذه السلسلة؟ وامبارح يعني أو بالأحرى بكرة اجتماع أو إضراب الاتحاد العمالي العام، يعني طارح قضايا تطرح ربما تكون طرحت اليوم، يعني وكأن في أمور مسيسة، أول مرة بحكي بهذا الإطار، وكأنها مسيسة في هذا التوقيت بالذات. وحل الموضوع كمان سياسي، منقول انه حل موضوع السلسلة سياسي، وقت نحن بدنا نضغط بالشارع
سياسيا أو شعبويا لا نقر السلسلة، كمان علينا نضغط سياسيا ونرفع اليد عن المفسدين وعن الأشخاص والفئات اللي عم بتسبب. يعني مين لازم يرفع اليد؟ يعني من هو الذي يستطيع أن أو من عنده السلطة الذي الشخص، أما الأشخاص اللي عم يحموا أو الفريق اللي عم يحموا الأشخاص اللي عم بتسبب بهالفساد وهالهدر، عليهم اليوم لأنه دق ناقوس الخطر وصرنا تحت الخط الأحمر، اللي هو اليوم إذا كفينا هالمنوال وكفينا بهالوتيرة ممكن العجز يطيح بالدولة يعني المبنية، يعني الفساد والتهريب، وساعتها هذا المركب اللي نحن راكبين كلنا فيه ممكن نحن يعني نغرق. هون كمان تعقيبا، يعني الفساد والتهريب وغيره من الفساد قضايا والتهريب بيحصل من دون غطاء سياسي. اليوم اللي عم بيكون فاسد عم بيكون في مقابله مفسد. المفسد ممكن يكون غطاء سياسي، ممكن يكون كمان الشعب اللبناني اللي ما بيحاسب، اللي هو عم بيوصل هالأشخاص اللي هني كمان ما عم بيصير في جردة حساب للأسف. واليوم كمان الشعب اللبناني عليه مسؤولية مهمة انه يحاسب المسؤولين عنه ويشوف يعمل مثل دراسة معمقة لهال 4 سنوات أم 5 سنوات، واليوم يبدو كمان أنه المجلس النيابي مدد له، راح يرجع يمدد لنفسه إذا صار في لا سمح الله فراغ، راح يرجع يمدد لنفسه. عم تحكي بلا سمح الله فراغ، وقبل أستاذ وليد كنت عم تحكي أنه عامل ديمقراطي أنه يعطل النصاب. إنما تعطيل النصاب قد يؤدي إلى عدم انتخاب الرئيس وحكما ذاهبين إلى فراغ إذا استمرت هذه الحالة. إذا عطلنا النصاب لا نقدر نوصل لاتفاق، هذا شيء سليم. إذا عطلنا النصاب لا بغية الوصول إلى الفراغ، هذا شيء خطير، وهذا كمان بيأثر على الاقتصاد. لكن اتفاق على شو؟ يبدو اليوم يعني بالشكل بالأمور يعني البديهية في مرشحين بينزلوا على ساحة النجمة على البرلمان بصوته، يلي بيجيب هلأ اليوم بالدورة الثانية النصف زائد واحد حكما يعني يصبح رئيسا للجمهورية. ليس خفيا على أحد حديث الساعة وحديث البلد أنه في ممكن يصير في اتفاق بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر لوصول العماد ميشيل عون إلى سدة رئاسة الجمهورية وتبوء الشيخ سعد الحريري رئاسة مجلس الوزراء. هلأ أنا مع التقارب، والتقارب وفتح القنوات أدى إلى لبنانيا أدى إلى تشكيل الحكومة. هلأ إذا أنا برأيي أنا بتحليلي إذا ما صار في اتفاق أخشى أنه نفوت ب نفق الفراغ، وكأنكم يعني تحملون الآخرين مسؤولية الفراغ. يعني فريق 8 أدار ما رح أحطك بهذا الإطار، لا وكأن فريق 8 خبير مالي اليوم، لكن عندك نفس يعني نفس سياسي في مكان ما على كل حال. لكن وكأن طيار الوطني الحر وفريق 8 أدار إذا لم يتفق مع تيار المستقبل على الموافقة للتصويت العماد عون، يكون تيار المستقبل هو المسؤول عن الوصول إلى الفراغ. يعني وكأن هذا الشرح بدل يعني خليني أنا أحطها بإطار تاني. المسؤولين اليوم واللي فوتوا على أنفسهم فرصة مهمة جدا وكان في استحقاق بحث لبناني وكان على غفلة فينا نحن، رح أحكي اليوم طائفيا كمسيحيين، نتكتل ونتوحد ونتفق على اسم واحد، هن المسيحيين للأسف فوتوا على أنفسهم فرصة. بأي معنى فوتوا على أنفسهم؟ فوتوا على أنفسهم أنهم يتفقوا الزعماء الأربعة اللي كرستهم كركي الزعماء المسيحيين أنه يتفقوا على شخص واحد لا يكون طب هو هؤلاء الزعماء. هؤلاء الزعماء واليوم برجع بحط المسؤولية، خليني بهذه النقطة، مسؤولية على المسيحيين لأنه طب خليني بهذه النقطة أستاذ وليد. خليني بهذه النقطة، هؤلاء المسيحيين اتفقوا على ترشيح شخصيتين، قوة 14 المنضوي، قوة المسيحية المنضوي تحت شعار 14 أدار اتفقت على ترشيح دكتور سمير جعجع، قوة 8 أدار المسيحيين اتفقوا على ترشيح العماد ميشيل عون.
بالشكل وليس بالرسمة. العماد مشان يعني هون قال انه هو من يعني مرشح سليم عظيم يعني سليمان باك انه انا برشح العماد مشان هون. ما فينا نكون ملوكيين اكثر من الملك. المعنى اليوم بعد عم نحكي عم نقول انه الوزير جبران باسيل نعم. يلتقي اليوم سعد الحريري اللي الموافقة على نعم. التصويت للعماد ميشيل عون. ماذا يعني نعم. هذا الكلام؟ يعني هذا والعماد ميشيل عون يقول أنا مرشح توافق. ماذا يعني هذا الكلام؟ أنه الجميع اليوم صار أيقن أنه ولا ممكن فريق يقدر يغلب فريق تاني. وأثبتت التجارب أنه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كانت حكومة للأسف منا موفقة بسبب تغييب الفريق التاني. اليوم اللي عم بيصير انه عم بيصير في حراك وعم بيصير في قنوات عم تفتح وعم بيصير في نوع من التواصل بين هالفرقاء ان كان التيارات الكبيره. انما هيدا ممكن يؤدي الى نتيجه او ايجابيه او سلبيه. في حال ادى الى نتيجه سلبيه انا بناشد الجميع انه ما نوصل للفراغ، لانه الفراغ في عواقب وخيمه إن كانت اقتصادية مالية أو اجتماعية. طيب نحن بنعرف أنه اليوم المؤسسات الدستورية كلها شغالة بعد جهد جهيد وما عم نقدر لا نقر السلسلة ممدد لها على الأقل. طيب أستاذ وليد ولا عم نقدر. طيب خلينا نحكي بعض التفاصيل. اليوم العماد ميشيل عون يعني يطرح صيغة التوافق. اليوم الوزير باسيل قد يلتقي رئيس الحكومة السابق سعد الحريري رايح يجيب موافقة، إنما شو رايح يعطي في مقابل شو يطرح العماد عون توافقه مع تيار المستقبل؟ شو بده يعني يقدم له للمستقبل؟ يعني اكيد في تنازلات من الجانبين. عظيم. وقت شو الرئيس سعد الحريري بده يوافق على تبوء العماد ميشيل عون صدة رئاسة الجمهورية، العماد عون كمان رح يوافق على طبعا مد جسور بين تيار المستقبل والطرف الشيعي. طيب أي حزب الله وين بتنصرف؟ شو هي الآلية؟ هيدي بتنصرف تترجم على الأرض انعكاساتها إيجابية، انعكاساتها الاجتماعية الاقتصادية المالية كلها انعكاسات إيجابية. نحن بنعرف أنه اليوم المفتاح لاقتصادنا هو الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي. بلا استقرار أمني وبلا استقرار سياسي البلد إلى الهاوية. ولا يكون في استقرار أمني واستقرار سياسي ونرجع ننشط المؤسسات الدستورية لازم يكون في أقل قواسم مشتركة، أما يكون في تواصل بين هالتيارات. واليوم العماد عون طارح حاله أنه هو ممكن يمد الجسور بين تيار المستقبل وبين حزب الله، لأنه بنعرف أنه نحن كنا على شفير حرب أهلية وحرب مذهبية اللي هو نحن ما منريده أبدا طبعا. بس عملية مد جسور وهل يعني وإعادة بناء الدولة، يعني إعادة بناء الدولة مهم جدا لأنه دولة بس في خلافات أكبر من هيك، في خلافات يعني جذرية وعمودية كثيرة يعني استفادة أكثر من خلافات 7 أيار والاتفاق الدوحة ما انتهينا بعد من 7 أيار والصورة والمشهد بالطيارة الوحدة اللي نقلت جميع الفرقاء وجميع التيارات. هيدا ما رح اليوم مشهدنا أسوأ منه مشهد يعني ك7 أيار. إذن اليوم ماذا يمكن أن يقول له جبران باسيل، وزير جبران باسيل الرئيس سعد الحريري بقضية سلاح حزب الله والانسحاب حزب الله من سوريا؟ شو ممكن يقول له هلأ بموضوع بالتحليل وبموضوع سلاح حزب الله؟ سلاح حزب الله نحن اليوم ما فينا ننزع سلاح حزب الله قبل ما نجلس مع حزب الله ونتفاهم على كيفية تدريجيا نزع السلاح أو ضم حزب الله إلى الجيش اللبناني. هلأ نحن بنعرف أنه منذ 2006 منذ وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله هيدي رسخت نوع من علاقة متينة بين عماد ميشيل عون والسيد حسن نصر الله. إذن هيدا الموضوع ممكن هو بعد ما صار فيه هالثقة وبعد ما صار فيه صرح السيد نصر الله جهارا أنه هو
في دين برقبته للعماد عون، ممكن يكون مونة العماد عون على السيد ممكن هي تسهل بموضوع سلاح حزب الله. لكن الدين مش هون. الدين علما انه حضرتك قلت انه في دين. لكن لماذا اليوم حزب الله رمى كرة ترشيح العماد ميشيل عون والتصويت للعماد ميشيل عون في ملعب المستقبل؟ علما اذا اراد تيار المستقبل يستطيع ان ياتي بالعماد ميشيل عون تصويتا بامن له 65 نائب بمجلس النواب، كما امن تغطيه للحكومه السابقه، كما امن تغطيه للرئيس نجيب ميقاتي، كما امن تغطيه لحل حكومه الرئيس سعد الحريري السابقه. إذا في عنا دين معين، شو هو الدين؟ الدين رئيس الجمهورية. وهذا لب الموضوع اليوم والحديث اللي رح يكون بين الوزير جبران باسيل ورئيس سعد الحريري، اللي هو كيفية تبني ترشيح العماد عون كمرشح توفيقي بين جميع الأطراف الممثلة بالبرلمان اللبناني. إنما بموضوع الدين أنا اللي كنت عم أقوله أنه هذا السيد حسن نصر الله هو صرح أنه بصبوط. لديه دين مش بس بموضوع رئاسة الجمهورية، دين بقوانين الانتخاب، ليش ما عمل السلاح. ليش ما أقروا قانون الانتخاب إذا هون في عنا دين؟ ليش يعني ما أقروا قانون الانتخاب؟ لأنه قانون الانتخاب صار في تعطيل بالمجلس النيابي بنعرف نحن، والوحيد اللي رفض التمديد للمجلس النيابي هو بنذكر هي كتلة الإصلاح والتغيير. بغض النظر إذا منوافق إذا منتماشى مع آرائهم أما لا لكتلة الإصلاح والتغيير، إنما هذا موضوع مهم جدا وقفة تسجل، لأنه من 2006 نسف للديمقراطية أنه ترجع أنت كوكيل عن الشعب اللبناني تمدد لنفسك. هو الشعب اللبناني هو اللي بيمدد لك، مش أنت. أنا معك بهذا الرأي. بعد 25 هذا الشهر، بعد 25 أيار شهر المقبل السيد وليد، كيف رح تكون العلاقة بين العماد عون تيار المستقبل، العماد عون حزب الله، في حال لم يستطع الوصول إلى قصر بعبدا؟ يعني أنت عم تسألني كتير لا عم نقرأ بالتحليل، هلا كنا عم نتسير يعني بالتحليل. نعم. رح نتسير اللي حكيناه تحت الهواء رح نحكيه على باستوديو. بفتكر أنا أنه كل شخص ممكن يطمح لمركز أما يتبوأ مركز، واليوم أظن أنه مسيحيا العماد ميشيل عون هو ممثل رقم واحد للمجتمع المسيحي وللمسيحيين، حيث أنه هو بيملك أكبر كتلة نيابية مسيحية بالبرلمان. واليوم المسيحيين تواقين ليكون عندهم شخص بيمثلون، يكون شخص بنفس الوقت توافقي، وشخص يكون عنده قوة شعبية اللي هي بتتجسد بجنرال ميشيل عون، بتتجسد بغيره كمان بهالأربع زعماء اللي كرستهم بكركي زعماء على المسيحيين. اليوم بعد 25 أيار لكل حادث حديث، إنما أظن أن قنوات الاتصال اللي فتحت بين تيار المستقبل وتيار الوطني الحر هيدي بتأسس لمرحلة مقبلة، وممكن تكون مرحلة لتأسيس علاقة جديدة، وما يكون في نوع من إذا جاز التعبير الخروج عن القناعات، إنما ممكن يكون في تلاقي ببعض المواضيع الأساسية. لأنه نحن نعرف اليوم أنه تيار المستقبل هو تيار معتدل، ومنعرف قديش التيارات السلفية عم تتنامى بالمنطقة، ومنعرف قديش كمان المسيحيين هن يعتبروا من المعتدلين بمنطقة الشرق الأوسط، ومنعرف كمان قديش هن بحاجة للتحالف أو للوقوف جنبا إلى جنب مع هالتيارات المعتدلة. وكمان اليوم يلوح في الأفق أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي صار في قواسم مشتركة بينه وبين إيران وبين حزب الله
مكافحة وضرب يعني كنت بدي أسألك بآخر دقيقة عن الناخب الدولي قبل الناخب نعم. اللبناني الناخب الدولي يعني من هو الناخب الأساسي إقليميا دوليا أم محليا اليوم يبدو أنه دوليا قد عندي دقيقة نعم يبدو أنه دوليا الولايات المتحدة الأمريكية الكل عم بيقول أنه هي الناخب الأساسي بلبنان أنا بقول اليوم الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة بالصفقة اللي عم بتتم بينها وبين روسيا لأنه منعرف اليوم أنه الولايات المتحدة الأمريكية سلمت ببعض حقول الغاز والنفط بمنطقة الشرق الأوسط ولا سيما وبالتحديد بإسرائيل لبعض الشركات الروسية بالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية عم تضغط على روسيا بأوكرانيا لا تحقق مكاسب بالكوكاز وببعض البلدين اليوم اللاعب الأساسي إقليميا في دولتين صار مركزيتين بعد ما مصر فرطت صار في المملكة العربية السعودية وإيران لأنه منعرف أنه اليوم سوريا ما بقنا دولة مؤثرة ودولة مركزية فإذا بس يصير في تلاقي بين السعودية وإيران ممكن يترجم هيدا عمليا بموضوع الانتخابات الرئاسية ممكن يتوحدوا نعم. على مرشح واحد وإن شاء الله يصير عنا رئيس قبل 25 أيار وبالانتظار أنا بشكرك أستاذ وليد بسليمان الخبير المالي والاقتصادي والسياسي أيضا شكرا. أهلا وسهلا فيك مشاهدينا الكرام انتهى وقت البرنامج تابعونا دائما على تويتر وفيسبوك وعلى موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb إلى اللقاء الليل على